جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول: صليت الظهر وفي نهاية الركعة الرابعة سجدت سجدة واحدة ثم قرأت التشهد الأخير، وفي أثناء قراءتي للتشهد وفي بداية التشهد تذكرت أني نسيت السجدة الثانية والجلوس بينهما، ولكني واصلت في قراءة التشهد حتى النهاية ثم سجدت سجود السهو قبل السلام ثم سلمت. هل عملي هذا صحيح أم خطأ؟ أو وماذا يجب علي أن أفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل غير صحيح، لأنك تركت ركنين من أركان الصلاة، هما السجود الثاني والجلسة بين السجدتين، وهما ركنان من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بهما. فعليك إعادة هذه الصلاة التي تركت منها هذين الركنين. لو تذكرت قريبا ثم أتيت بالسجدة الثانية، يعني ثم أتيت الجلسة بين السجدتين ثم سجدت السجدة الثانية ثم أتيت بالتشهد الأخير ثم سلمت ثم سجدت سجدتين للسهو، لكان ذلك صحيحا. أما وقد طال الفصل وبعد الزمان فعليك إعادة الصلاة بكاملها.